ومن الفوائد أني سئلت عن رسالة تقول دروس في الحب، دروس في الحب. يقولون اجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه فقال ماذا تحبون من الدنيا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أحب ثلاثة، فذكرها، ثم عمر ذكر ثلاثة، ثم عثمان، ثم علي، ثم أبو عبيدة، ثم أبو ذر، إلى آخر ما ذكروا. قالوا وماذا تحب يا رسول الله؟ قال أحب من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا ذكره القسطلاني في كتابه المواهب، وقال رحمه الله أخرجه الجنيدي والعهدة عليه، يعني تبرأ منه القسطلاني. إذن هذا الحديث منكر، بل من تأليف القصاص. وقد سبق وأن ذكرت أن السلف حذروا من القصاص، فهذا من القصاص، هذا الحديث من تأليف القصاص ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، بل فيه زيادة منكر. قال حبب إلي من دنياكم ثلاث، جعل منها الصلاة، والصلاة ليست من الدنيا وإنما هي من الدين. لكن هذا الحديث قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا حديث أخرجه النسائي، لكن فيه زيادة منكر. قال حبب إلي من دنياكم ثلاث، جعل منها الصلاة، والصلاة ليست من الدنيا وإنما هي من الدين، فليتنبه لمثل هذا.